على فكرة إن الشباب اللي موجود دلوقتي يبدأ لسه من الصفر. بيبتدي، عاوز حاجة يكون يعني تقريبا، خلينا نقول لو كنت طماعة، من غير رأس مال أصلا. أصلا إيه المشروع اللي أنا أقدر أبتدي بدماغي تمام. وبعقلي تمام. وبعضلاتي بقى لو في عضلات، وأبتدي مشروع من غير رأس مال للناس اللي لسه بتفكر، يعني قول لهم برضو أفكار. طيب حضرتك قلتي نقطة كويسة، أبدأ إزاي بدماغي وبعضلاتي. إحنا المشاريع عموما بتبقى ثلاث أنواع، يا إما رأس مال كبير، حد مع رأس مال كبير، وده مش محتاج إن هو ولا يبقى عنده مهارات قوي ولا يبقى عنده عضلات ولا يبقى عنده أي حاجة، ده ممكن يشغل فلوسه مع حد بيفهم. تمام. طيب رأس مال متوسط اللي حضرتك بقى بتقول عليه، افتح محل، افتح حتى لو عربيه كبده مكلفه، مش مكلفه، ممكن نتكلم عن التكلفه، فالموضوع مكلف حيوة. مش هو احنا هنتكلم عن عربيه الكبده ده، يعني هنحاول ناخد ريفرنس على احنا بعد التصوير نقعد خلي بالك بليز، يعني احنا هنعمل دراسه جدوى دلوقتي لمشروع عربيه الكبده بتاعت دياب، ولكن خلينا لقى عشان هو راجل غني ومعاه فلوس هيفتح عربيه كبده، فدي بالظبط ده لو في راس مال متوسط. انا معايا راس مال متوسط. طب معيش راس مال خالص بقى، انا عايز ابدا من الصفر خالص. ما ينفعش ابقى صفر في كل حاجه، يعني ما ينفعش صفر في راس مال وصفر خبره وصفر مهاره وصفر مجهود. تمام. يعني دي من ضمن الحاجات المقلقه جدا، الرسائل اللي بتيجي للناس على على الموبايل اللي هو اكسب من بيتك بدون مجهود وبدون خبره وبدون راس مال. الناس بتصدق ده نصب اكيد طبعا، من غير اي حاجه يعني. فانا مش عايز ابدا براس مال، او زي ما الاستاذ بتقول راس مال بتاعي صفر، فالمفروض الطبيعي ان انا هيبقى عندي حاجه تانية تعوض ده. ايه الحاجه التانية دي؟ يا اما خبره او مهاره ومجهود. تمام. طيب فلما نيجي نفكر ايه الحاجات اللي قايمه على كده، المهارات اللي احنا نقدر نتعلمها، من اهم الحاجات الموجوده دلوقتي طبعا التسويق الالكتروني. ايوه، يعني دي مهمه جدا. مهاره حضرتك هتاخد كورس، كام كورس بتقدر تبدا اصلا فري، يعني تقدر تبدا ان انت تتعلم فري، تاخد كام كورس، الراس المال اللي انت عايز تبدا تجرب بيه مش ضخم، حاجات بسيطه جدا تقدر ان انت تجرب بيها وتقدر ان انت تبدا الفكره. في المشكله ان في ناس لما بتسمع الكلام ده تقول لك لا انا مش عايز اشتغل فريلانسر. بس هي مش موضوع فريلانسر بس، طالما ان انت تبقى صاحب شغل، انت كده بقيت صاحب بالزبط. شركه، انت معاك لابتوبك بتقدم خدمه معينه، انت ممكن ترخصها شركه، مفيش مشكله خالص. ممكن تقدمها لاكتر من حد، انت طبعًا. مش بتقدمها لحد واحد، ممكن تقدميها بره مصر ويبقى دخلك مش بالجنيه، مش بالمصري كمان بالظبط. فالفكره هنا ان انا عايز اقل او ما استخدمش راس مال، يبقى لازم عندي مهاره، لازم اتعلم مهاره معينه. ودي سهله جدا زي ما بنقول كده، عندنا التسويق الالكتروني، عندنا البرمجه، عندنا الجرافيك ديزايننج، كل الحاجات اللي قايمه على المهارات الصعبه شويه. الحاجات دي لو اتعلمناها نقدر ان احنا نبدا مشروع خاص بينا، يكون براس مال بسيط جدا ويقدر ان هو يتطور معانا، يعني نقدر ان احنا بعد كده. وفي ناس كتير بدات الموديل ده، ان هم بداوا كفريلانسر او بداوا ان هم بيشتغلوا لوحدهم، وبداوا بعد كده ينزلوا تحديهم ناس عشان الشغل كبر، فخلاص بقت شركه بالظبط، فبقى عنده شركه بالزبط. يعني شفت البدايه بتبقى ازاي، يعني ان هم بس مجرد ياخدوا الكورسز اللي حضرتك قلت عليها دي اونلاين ببلاش، في منها بتكون البدايه بتكون ببلاش.